بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اليوم تم انتخابك رئيس لفريق وداد صفرو. يحصل لي الشرف كابن مدينة صفرو أنني نترأس ونقود هذا الفريق في الأربع سنوات المقبلة، اللي الحمد لله باستشارة مع جميع المكونات ديال المدينة بأننا غادي نحطوا واحد استراتيجية للنهوض بهذا الفريق، وإن شاء الله غادي نصعدوا به الأقسام المتقدمة باش يخلق واحد الديناميكية في هذه المدينة وردوا للفريق أو فريق وداد صفرو ردوه المكانة ديالو، ونحاولوا ننميو القطاع الرياضي وخاصة كرة القدم، ماشي غير ديال كرة القدم للرجال، ولكن كذلك للنساء وكذلك الفئات، وكذلك غادي نركزوا على المدرسة، لأن كي شفت من خلال هاد الشهرين اللي عشرت الفريق بأن هناك مواهب كبيرة اللي نقدروا نستافدوا منها ونقدروا نخرجوها للمغرب، اللي تقدر تمثل المغرب في مناسبات مقبلة إن شاء الله. وكنتمنى بأن الجمهور الصفريوي يساندنا ووقف معنا، لأنه الفريق كما كنعرفوا ما داش واحد انتدابات كبيرة، ولكن إن شاء الله في الميركاتو رحنا ديجا خدامين مع بزاف ديال المكونات ديال المدينة باش نجيبوا لاعبين جدد، ونحاول نشوفوا إلى المدينة فيها مواهب اللي تقدر تطعم الفريق باش 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 إن شاء الله ننافسوا على الصعود هاد السنة إن شاء الله. شنو هو المشروع ديالك في المدى الأقل القريب والمتوسط؟ المشروع ديال هذه السنة وهو الصعود، ثم الصعود ثم الصعود، باستشارة مع السيد المدرب، باستشارة مع ناس خبراء في العصبة، بأن كنتوفروا على جميع المكونات بأننا نقدروا نصعدوا هذا العام، وغادي نعززوا هذيك المكونات في الميركاتو إن شاء الله باش نحقوا الصعود 100% ونفرحوا مدينة الجمهور ديال مدينة صفرو. بالنسبة للبرنامج ديالنا ديال الأربع سنوات وخمس سنوات، غادي نعقدوا واحد الندوة صحفية اللي غادي نوضحوا فيها كل ما هو يخص الفريق ديال كرة القدم للرجال للنساء للفتيان جميع المكونات اللي غادي تكون، وخاصة كنركز المدرسة، وإن شاء الله غادي نوفروا جميع هاد العوامل، وخاصة الملعب البلدي غادي من خلال الكلام ديالنا مع رئيس مجلس البلدي هناك وعود بأن غادي يتم التجديد ديالو والتوسيع ديالو باش حتى الجمهور ديالنا يطلع ويشجعنا باش نطلعوا هذا الفريق للقسم الموالي. كما كتعرفوا خدينا الفريق في يعني الموسم بدا باربعة المقابلات، الفريق باقي ما حققش الفوز، ولكن غادي نديروا يدينا ورجلينا باش نجمعوا الكتله ديال الفريق. كما عرفتي قبل تولي الرئاسه خديت الفريق في تربوس لمده 10 ايام، وشفت بان هناك نواه ديال الصعود، غير كيخصها تعزز بعض المكونات، وغادي يكون الخير ان شاء الله. شكرا. شنو هي التطلعات ديالك للمقابله المقبله ان شاء الله مع اتحاد اقلموس؟ لاحظنا ان في المضيق كان هناك واحد الظلم تحكيمي للفريق وداد صفرو. لا ما كانش ظلم تحكيمي، لا ما كانش ظلم تحكيمي، انا كنت حاضر كذلك، انا كنت حاضر وشفت كذا، بالعكس الحكم دار خدمه مزيانه، دار يعني كان حكم في المستوى. احنا للمكونات كما كنقول حنا الفريق عنده ملي وصل 70 دقيقه ما عندناش باش نبدلو، متفقين؟ فهاد الكلام تحدثنا انا والمدرب، وغادي نتاخذوا اجراءات غير تحل الميركاتو. حاليا كنقضيو باش عندنا، واش فهمتي؟ كنقضيو باش عندنا. ملي
ولكن حتى الدراري اللي باش هنا راه حنا ديناهم واحد 10 ايام باش 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 ضافر الجهود. وشفنا هذيك 3 ايام اللي دوزوا في طنجه, شفنا الماتش كيفاش داز. غدا كنشوف كنقول بان غادي تكون الكلمه ديالهم, وكنتمنى وتبارك الله اللعبه وعدوني والمدرب وشوف, وغادي نبقاو حتى نربحوا حتى نطلعوا ان شاء الله. شكرا.